الأغنية فكاهية خذيناها من الكاف باش تأديها المطربة عزيزة أبو لبيار، وهي شايب للا، وغناية هذه الشايب والصغيرة والمشكل الاجتماعي اللي كان الإنسان قبل يكون عمره 50 سنة أو 60 سنة ومشي يخطب طفلة عمرها 15 و16 سنة و20 سنة، كان مشكل قائم الذات، ولهذا المشكل الاجتماعي هذا تولدت عليه تشكيات وانتقاد بطريق الأغنية، ثم التقليل من شأن الشيوخ إذا كان يستهتروا ويحبوا ياخذوا بنات صغار. ما لا توا مع المطربة عزيزة أبو لبيار ومع أغنية الرفض شايب للا.